السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت باش نصور لكم قنطرة اللي غادي تدار على واد أماسيل، اللي غادي تضربط ما بين المركز طهر السوق الزموية. هاد القنطرة أعطيت انطلاقة ديالها في شهر غش، بداية شهر غش على ما أعتقد. القنطرة الطول ديالها غادي يكون بحوالي 40 متر، والعرض ديالها غادي يكون 1.80 متر، يعني غادي تكون غير الراجلين فقط. على مستوى زموية التابعة الترابية لجامعة طهر السوق بغلاف مالي 130 مليون، على ما سمعنا من مصادر قريبة للمشروع. وكيدخل هذا المشروع هذا في إطار الاهتمام بالعالم القروي وفك العزلة عن مجموعة من الدواوير والمداشر. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع من إخراج المجموعة اللي قلنا كدوار مثلا زموية، دوار تونس، دوار بوشين، القرية سمهاجة، مور طهار، الزاوية، بورحمة، والركبة. هاد الدواوير اللي غادي إن شاء الله غادي يستفدوا من هاد القنطرة. وهاد الدواوير كانت كتعرف عزلة تامة خصوصا فصل الشتاء، حيث كترتفع كمية التساقطات الثلجية في المناطق الجبلية التي تساهم في الرفع من منسوب المياه، الأمر الذي يشل حركة بشكل كامل من طهر السوق إلى الدواوير المذكورة، وتترقب الساكنة إن شاء الله بفارغ الصبر خروج المشروع إلى حيز الوجود. وهاد المناطق، هاد الدواوير اللي ذكرنا، كتميز بإنتاج التين والزيتون واللوز ومنتوجات أخرى، وبالتالي فالمشروع سيساهم في تسويق هاد المنتوجات الفلاحية، الأمر الذي سيشكل دفعة قوية لاقتصاد الساكنة ويساهم في رقي المعيشة اليومية للساكنة التي تعاني من الفقر والهشاشة. وفي الختام كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن مرنسة إن شاء الله مستقبلا تكون أحسن مما هي عليه الآن، ونتمنى من الله المسؤولين يلتفتوا لها ويديروا مشاريع اللي دعوت بالنفع على المنطقة وعلى الساكنة.